برحب دلوقتي بالاستاذ عبد اللطيف زهران مدير جمعيه اتباع المصطفى. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كنت باين عضو برضو اتحاد الجمعيه. عضو الاتحاد الاقليمي بمحافظه الجيزه. اهلا بيك. احنا يمكن جينا قبل كده جمعيه اتباع المصطفى وده كان عارفه ان هو بالتعاون مع بنك الطعام المصري. انتوا بتتعاونوا مع البنك في ان انتوا بتسدوا حاجات الناس اللي موجوده هنا بفضل الله طبعا. ودلوقتي النهارده احنا جايين علشان برضو نقدم وجبات سخنه لاهالينا ولاولادنا اللي موجودين في الشوارع. قول لي بيتم ايه النهارده؟ هو النهارده زي ما حضرتك كده تشوفي ان احنا النهارده بناخد بنك الطعام بيمدنا بالاكل واحنا بنجهز الاكل وبنتيه وبعد كده بنك الطعام بياخده وبيوديه للناس اللي هم الغير قادرين على نفسهم. دي حاجه كويسه من بنك الطعام ان هو من احد المؤسسات العريقه في جمهوريه مصر العربيه ان هو بيقدم خدمه زي كده وده مش جديد على بنك الطعام. ايه الوجبات اللي بيتم النهارده تجهيزها؟ هو النهارده في رز وفي عدس وفي كفته، قبل كده كان في فراخ وكان في لحمه على حسب الاوردر اللي بيجي لنا من بنك الطعام. احنا بتنوعوا كل يوم حاجه؟ اه طبعا. شوربه العدس الدافي في الوقت ده والكفته بروتين والرز اللي هو الكربوهيدرات، يعني وجبه متكامله. هو في كمان بطاطس صوابع اللي هي المحمره. هو زي ما حضرتك قلت دلوقتي اللي هي الوجبه لازم تكون متنوعه ان هي بتساعد الناس الغير قادره. بقول لي مين اللي بيجهز بقى الوجبات؟ هل مثلا انتوا بتستعينوا بسيدات هنا؟ يعني انا كنت عارفه قبل كده ان انتوا بتجيبوا السيدات اللي هي غير برضو مش قادره ان يكونش عندها مشروعات، سيده معيله، سيده ارمله، بقيت ان انتوا بتخلوها تشتغل في مكان زي ده. شايفه يعني مثلا اللي انتوا بتقدر التجهيز ده بيتم ازاي وايه مثلا السيدات دي بتعمل ايه؟ اولا جمعيه اتباع المصطفى من احد الجمعيات العريقه في امبابة. هو حضرتك النهارده بيتم الاعتماد على السيدات اللي هي الغير قادره اللي هي السيدات المعيلات ان هم بنجيبهم بياخدوا الراتب شهري ان هم بيجهزوا لنا الاكل وبيتروا وده برضو نوع من المساعده الغير مباشره ليهم والاسر بتاعتهم. جميل قوي. احنا دلوقتي نروح نشوفهم بقى هم بيجهزوا وبيعملوا الحاجات دي ان شاء الله. تحت امر حضرتك يا فندم. شكرا جدا.